المزيد عن تطورات الأسواق العالمية مع الزميل نور الدين الحموري، محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية. نور الدين، مساء الخير. طبعا تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي تزامن مع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، ولكن طبعا الفوز ليس السبب. نتحدث قليلا عن الأداء النفطي للأسبوع الماضي. نعم بالتأكيد، كما ذكرنا خلال الفترات الماضية أنه على الرغم من حديث الجميع عن أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مع بين أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر 30 المقبل، إلا أنه الأسواق نوعا ما لا تصدق هذا الكلام، وبدليل أنه الآن وصلت حتى أنه أسعار خام برنت دون المستويات التي كنا عليها بعد الإعلان عن فوز ترامب. وصلنا الآن حتى الإغلاق كان عند 44.75 دولار للبرميل، وهذا الإغلاق هو دون مستويات 45 دولار التي تسمى بالحاجز النفسي. هذا الشيء الذي ايضا يعتبر بالاضافه الى هذا الامر انه لا زالت هناك تقارير تشير الى ارتفاع المخزون وارتفاع الانتاج النفطي لاوبك. في اكتوبر وصلنا الى حوالي 33.80، لكن الان تشير تقارير انه في نوفمبر سيكون الانتاج اكثر من حوالي 34.5 مليون برميل يوميا. هذا الشيء الذي لا زالت الاسواق تبقي النظر عليه، ولا زالت ايضا تضغط على الاسعار، وفي الغالب ما ستستمر طالما لن يكون هناك لدينا اي اتفاق. حتى انه الان خلال عطله نهايه الاسبوع ذكر ايضا احد اعضاء اوبك بانه لن يتم استثناء اي احد في هذا الاتفاق، وكما نعلم انه العراق تريد الاستثناء وايضا حتى روسيا وايران. صحيح، حتى هذا الحديث سمعناه من الأمين العام للمنظمة محمد باركندو. على كل حال ننتقل إلى الأسواق الناشئة نور الدين وأدائها في الفترة الماضية. على الرغم من تعافي كل الأسواق العالمية، إلا أن الأسواق الناشئة نوعا ما حتى بما فيها كانت الإمارات اليوم شهدنا المزيد من الانخفاضات. لكن بداية مع المؤشرات التي شهدناها أو مؤشر الأسواق الناشئة بمؤشر MSCI، وصلنا إلى انخفاض من جديد، وصلنا إلى أدنى مستوى له تقريبا منذ يوليو من العام الماضي من العام الجاري. هذا الانخفاض الذي أيضا أتى بعد نفس تحركات البريكزيت. هذه التحركات في الوقت الحالي لا زالت تشير أيضا، أو الانخفاضات التي نشهدها في الأسواق الناشئة هي تخوفا من ترامب الذي يحاول قدر الإمكان إعادة الشركات الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الناشئة، وبما فيها أيضا الصين. بالإضافة إلى هذا أيضا شهدنا حتى تحركات أكبر بالنسبة لمؤشر هانكسينغ في الصين، شهدنا الانخفاضات الكبيرة وأيضا لم نشهد بنفس الوقت أي نوع من التعافي. استقرينا عند حوالي 9433 نقطة، بينما وصلنا خلال الإعلان عن ترامب إلى حوالي 9300 نقطة. أخيرا كان لدينا صديقنا البيزو المكسيكي، والذي من جديد عاد مرة أخرى إلى الانخفاض، ولا زال منخفض أمام معظم العملات العالمية، وأهم شيء أمام الدولار لا زال عن مستويات 20.70، والتي غالبا ما ستستمر في الضعف. هذا كل شيء، نعود إليك ملك. كان هذا نور الدين الحموري، محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية، ومعه نختم هذه الفقرة الاقتصادية ونعود إلى إيمان.